هقول لك حته علميه وبعدين هنتكلم ان جنرال. حته ماشي. علميه، التسوس ده بيبقى فيه 4 عوامل هي اللي بتاثر فيه. اول عامل السنه. يعني ايه السنه؟ مكانها، السنه دي قدام ورا، في السنه الاماميه، السنه الاماميه، وفي الضروس. تفرق قوي مكان السنه، لان طبعا السنه الاماميه احنا بنقدر نوصلها بالفرشه وبنغسلها. صحيح. السنان الخلفيه بيبقى الضروس صعبة ما شوية. بنقدرش، ممكن الاكل يتكون فيها. فالسن دي حاجه مهمه قوي، مكانه فين. وطبعا بقايا الطعام، احنا بناكل ما بنغسلش اسناننا، بس احنا طبعا كلنا شاطرين بنغسل لا اسناننا، بس طبعا. ده اللي ما مهم بيغسلوش جدا، اللي اسنانه، بينسى يعني. اللي بينسى، اللي ما بيغسلش اسنانه، بتلاقي بقايا الطعام دي فضلت. احنا معانا كمان صورة برضو توضيحية هو على الشاشة عشان برضو تبقى ده الناس لا ده درس فاهمة. اوكي. فاللي ما بيغسلش بقى اسنانه يبقى فيه بقايا طعام. بعد كده في بكتيريا، البكتيريا دي مهمة جدا، موجودة في البق كتير. تمام. البكتيريا كويسة، لكن لما تدي لها حاجة بقى تاكلها وتفضل تتكاثر، دي بتحصل مشكلة. فلما بتتكاثر البكتيريا بتطلع أحماض، الأحماض دي هي بقى سبب المشكلة، هي دي اللي هي اللي بتعمل بتاكل ذوبان السنان. للمينا، المينا اللي هي الطبقة الحلوة اللي ربنا خارجية خليها دي. الأسنان. صحيح. خلاص. فوقت، وقت بقى مهم قوي. يعني ايه الوقت؟ يعني انا ممكن اكل الصبح ما اغسلش اسناني، فانت بقى سايبة البكتيريا عايشة حياتها طول اليوم. مع الاكل من الصبح لحد بالليل، او كلت بالليل وما غسلتش سناني برضو قبل ما انام، فبرضو البكتيريا قاعده تاكل وتتكاثر. فموضوع الوقت برضو مهم. فدول الـ4 عوامل اللي بتاثر في التسويس، اللي بتخليني يحصل تسويس. الحاجات بقى الجنرال ايه؟ ان انا اكل سكر كتير قوي. يعني في ناس بتشرب مثلا شاي بـ4 معالق سكر، اوكي. بتشرب شاي كام مره في اليوم بقى؟ خمس ست ثلاث سبع اربع مرات، غير بقى مرات مثلا. النسكافيه، غير وات ايفر. الاطفال تلاقيهم قاعدين هارين نفسهم حلويات بقى اللي حلويات بقى بياكل، وحاجات بتلزق في السنان، والمصاصة واللي باني لزق واللبان. والوان. طبعا كلنا بنعاني من هذا مع ده الاطفال. غلط طبعا طبعا الاطفال، بس طبعا. ما بنقدرش عارفة برضو اطفال يعني. بصي، ممكن اعمله، بس ممكن اكله، بس ممكن بقى اغسل سناني بعد بعد ما اكله. يعني تمام. اهم حاجه ان انا اغسل سناني. غسيل الاسنان ده مهم بصي، جدا دي بعد نمبر اي 1. اكلة. انا دايما كنت اقول للمرضى بتوعي، بصوا، في فرشه صغيره كده بتتباع في الصيدليه، فرشه صغيره بتتقفل كده، حطها في جيبك، لان احنا بنقعد اوقات طويله جدا في اشغالنا، خصوصا صحيح. الناس اللي بترجع بيتها الساعه 6 او 7. اكيد مش هتقعد من الصبح للساعه 6 صايمه، فبتاكل. شكل التسوس موجود معانا اهو على الهواء ايوه برضه عشان بالظبط. خلي الناس. بقى الصوره دي عشان هشرح لك التسوس. بس نسيت انا بقى صورة التسوس دي. احنا الاسنان، انت ما بتغسليش سنانك، فبالتالي بتاكلي وتسيبي سنانك، واحنا قلنا ان فيها بقايا هيحصل طعام. بقى البقايا صحيح. الطعام وكده. فاهم حاجه؟ تغسلي سنانك. على فكره المعجون مهم جدا، بس المعجون بيعمل زي لوبريكان، بيخلي الفرشه تجري على السنان تنضف، بس مين لي الفرشه. فحتى لو انت مش معاكي، وفي معجون صغير بقى كده في الصيدليات ايه برضو، ده يعني؟ ممكن يا دكتور نستخدم الفرشه بدون ممكن معجون؟ المهم ان تستخدمي احنا بس الفرشه نشيل من غير البقايا معجون، من بس اهم حاجه تكه صغيره كده، ان انا ما استخدمهاش ناشفه. مش ساعات حد يجي يروح ماسك الفرشه وهي ناشفه، لا، لازم ابلها شويه، ابلها بالظبط. شويه، ابلها بميه، عشان بس تبقى اعرف احركها على السنان سبحان وما الله. تبريش السنان. يعني ده فكره السواك يا دكتوره. مش عايزه اقول لك السواك، سبحانك يا رب. سبحان الله. يعني هو نفس استخدام ال انا عملت السواك، عملت بحث في الكليه، ما انا بشرف على دكاتره، فرساله ماجستير عن السواك، عن السواك وعن معجون عادي ومعجون فيه سواك. سبحان الله. وقسنا بقى الحاجه اسمها انتي بكتيريا، الحاجات بقى اللي هي البكتيريا دي، ده بيعمل ايه. سبحان الله، سبحان الله. السواك لقى النتائج بتاعته ان بيخلي البكتيريا تكاد تكون 97% مش موجوده. مش موجوده. سبحان الله. سبحان الله. والمعجون اللي فيه سواك، اوكي، والمعجون كمان اللي فيه سواك. فالسواك ده، وبعدين بقى بيخلي اللثه هيلثي، يعني صحيه ولونها وردي، وتلاقيها بقى كويسه وبيلمع في السنين. بص، بيعمل كم حاجات، يا الله. ده بقى باي بروف كده علمي، يعني باي ان احنا عملنا عليه ابحاث. سبحانك فسبحان يا الله، رب. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام، عليه افضل يعني الصلاه والسلام. فعلا يعني سنه سبحان الله نبويه احنا لو جميله مشينا على يعني. السنه. فده مهم قوي. اهم حاجه اغسل سناني،